أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا الحجاج بن أرطاة حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر فذكر مثله سواء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجلية. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافع حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا سلام بن مسكين حدثنا عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني سعيد بن عبد العزيز حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال لي: اشتري لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عائد أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وخير الضحايا الكبش الأقرن. حدثنا هدية بن عبد الوهاب، أنبأنا الفضل بن موسى، أنبأنا الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. حدثنا هلال بن السري، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. حدثنا أبو كريب، حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق، وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من كهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور 10 من الغنم. حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. حدثنا هارون بن حبان، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن. حدثنا محمد بن الصباح،
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا: حدثنا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدع، ولا تحرمه على أحد. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قالا: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو حدثنا محمد بن بكر البرساني وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا: حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا
فليذبح على اسم الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد، عن عباد بن تميم، عن عويمر بن أشخر، أنه ذبح قبل الصلاة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعد أضحيتك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، قال أبو بكر، وقال غير عبد الأعلى، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد، وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار، فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن، قال: اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببطعة، فجعلت في قدر، فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة قالت: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس، ثم رخص فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا هشام بن عمار،
حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى أنه حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا به؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدخت بلحمه. أراه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال هشام في حديثه: والفرعة أول النتاج، والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت في رجب. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة. قال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي حدثنا مروان بن محمد حدثنا ابن لهيعة حدثني قرة بن حيوائيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال: كانوا يقولون: ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه، فقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا أنتم وكلوا. وكانوا حديث عهد بالكفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال:
ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيت في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا، قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. حدثنا أبو كريب حدثنا مروان بن معاوية حدثنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط وقال يا غلام هكذا فاسلخ، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر انطلقا بنا إلى الواقفي، قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أو قال ذات الدر. حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه، قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة، قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم.
حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينة، أنبأنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها. فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما؟ قال تحدثنا أنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تأكل العذرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس قد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم علام توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال أهريقوا ما فيها واكسروها. فقال رجل من القوم أو نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. حدثنا عمرو بن عبد الله، حدثنا وكيع عن سفيان، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل. قلت فالبغال؟ قال لا. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا بقية، حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجاهد عن أبي الوداع عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم
فإن ذكاته ذكاة أمه. قال أبو عبد الله: سمعت الحوسج إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الذكاة لا يقضى بها مذمة، قال: مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم.